اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم، انا اليوم في هذا البث المباشر من مدينه قنيطره. اليوم غادي نعرفوا الاثمنه مع السي ابراهيم اللي تبارك الله عليه كيف ما كنشاهدوا معنا هذه الاستضافه الجميله وهذا الشكل الجميل في المحل ديالو. سي ابراهيم صباح الخير ومرحبا بك معنا في هذا البث المباشر، وعواش مبارك، الله يخليك بالصحه والسلامه وكل ما كنتمنى يا ربي يحقق لك. وكذلك مرحبا بكل المتابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب. سي ابراهيم تبارك الله كنشوفوا ان السلعه الحمد لله طاحت، ما بقاش بحال اللي كان. كيف حالك سي ابراهيم؟ السلام عليكم. كيداير خويا؟ لاباس بخير هانيه، الله يحفظ خويا. اخويا تنقول بالنسبه للاثمنه ديال السلع، السلع كانت داير كانت تما في الشهر ديال رمضان. كانت طالعه شويه. لا كانت طالعه، اما بالنسبه لدابا السلع رجعت. الحمد لله. بحال دابا الفلفله كانت دايره 200، كانت دايره 300. دابا الفلفله دايره 860 حتى 140. الفلفله خضراء. تبارك الله. الفلفله حمراء دايره 12 درهم. البطاطا دايره 7 درهم. ما عرفتش 8 درهم. سي ابراهيم ماشي كامل غنشوفوه تبارك الله، بعد اولا تبارك الله يخدم استيفا غزاله الشكل انا يخدم ما عندي ما يسالك. الله يحفظ خويا الله يرحم الوالدين. انت كتمارس بعد اولا شحال كتمارس؟ الحرفه. الحرفه هذه الحرفه عندي فيها 42 سنه وكلشي تيعرفني. تبارك الله. 42 سنه معروف فيها حتى 43. اللهم بارك. عايشين لا وليدات. الحمد لله الحمد لله 43 سنه. وهذه حاجه زوينه تبارك الله. سي ابراهيم اذا سمحتي معنا ومتابع عبر المباشر ومعنا مجموعه ديال المتابعين الافاضل. فما كنتش نشوفوا معك لا اثنين وتكتبوا لنا ونشوفوا اي هي ماشي مشكل. وشكرا بعد اولا شكرا لك. الله يحفظ خويا الله يبارك فيك. الله يحفظ فيك. البيتي الدعوه ديالنا جينا عندك قلت لنا مرحبا. لا مرحبا لا مرحبا مرحبا الدنيا التعاون ديالك معنا. مرحبا الدنيا. ابراهيم باش نبداو باش حاب نبداو. اللي حب الخاطر اللي حب الخاطر اللي حب الخاطر ماشي مشكل. باش ما بغيتي. اللي يعجبك. يلا شنو بغيتي؟ هو كاين سيدي هو كاين الفلفله الحمراء. نشوف الفلفله الحمراء شحال الفلفله الحمراء؟ الفلفله الحمراء 12 درهم. تبارك الله 12 درهم نعم. هذا الفكوس هذا فكوس شحال واحد فكوس هو داير 12 نعم. الحمد لله بعد اول حاجه كنشوف الحمد لله السلعه ديال بلادنا كامله خلينا بلادنا لا كلشي ديال البلاد الحمد لله الحمد لله وهذا شيء جميل كلشي ديال البلاد كملوا معك نعم اللوبيا نعم اللوبيا اللوبيا خضراء 20 درهم كانت دايره في رمضان 30 رجعت دابا دايره 20 درهم تبارك الله كانت 10 درهم طيحه 10 درهم رمضان دابا دابا 20 درهم جميل اها الكروم ياك كروم الشيفرون هذا الشيفرون عفوا الشيفرون 6 درهم لا اسمع راه كاين ندوق فيها لا الشيفرون مكوره وقاله الله يبارك الله يسعدك تبارك الله عليك اسيدي الله يوفقك الله يعاونك اسيدي الخيار شحال واصل اسيدي الخيار دابا باش نبيعو به هنايا باش نبينو للمشاهدين يا سمحتي عمي نعم شكرا بزاف تبارك الله عليك الخيار قلنا شحال الخيار 8 درهم 8 درهم حتى في الوقت زاد عندك شوف كي كتبان تبارك الله غزاله لا لا كلشي تبارك الله على خير بلادنا والحمد لله لا نعم الحمد لله راه بعد ما طاحت الحمد لله شيء جميل راه باقي السوق ما مسوقش لا ماشي باقي ما مسوقش لا ما مسوقش راه ما عارف اني تنسوق الجمعه باش نبين السلعه ديال السبت والحد وهذا باش يلقاو الناس دافين دابا مع الشهر ديال رمضان يلاه سهل حنا غادي دابا سير اللي كيجيب وان شاء الله باذن الله تحط عليه ان شاء الله يبارك بالخير ان شاء الله اللهم امين رب العالمين قلنا الفلفله هذيك حمراء صفراء هذيك دايره 18 هذه 18 بحال بحال هذه دايره 12 الاخرى دايره 18 هذه 12 والاخرى 18 هذيك السمكتو نعم الحمد الحمد اخويا دابا داير 12 درهم 12 درهم نعم ماكيشا ماتشا دايره 8 حبابه الجماهير ماتشا هي المعروف 8 درهم 8 رجعت هي كانت 280 نعم كانت 280 260 نعم دابا دايره 8 درهم تبارك الله بوديجال بوتنجال هو الفلفلة بجوج. فلفلة؟ 160. 800 درهم. رجعوا شحال كانوا دايرين؟ شحال دايرين؟ 280 260. كانوا 260. دابا رجعت 8 درهم بنجال وفلفلة بحال بحال. ومازال تقدر تطيح. لا دابا السلعة كلها تبقى ترجع دابا إن شاء الله. إن شاء الله. كلشي غيرجع له. إن شاء الله. كرا كورجيت. هذه كرا كورجيت دايرة 10 درهم. 220 10 درهم. مزيان. بطاطا؟ بطاطا 7 درهم. 7 درهم تبارك الله. القوف. الخوخ هذا نعم شحال؟ الخوخ سير الله وبركاته الخوخ 7 درهم 7 درهم تبارك الله على خير لا السلعه بدات ترجع دابا البصلاني شويه البصلاني شويه مازال ما ما نهضرونيش على البصله دابا دايره 14 درهم 14 درهم 14 درهم خفت امدان الخضاريه اللي طاحت الخضاريه طاحت الخضاريه اللي طاحت نعم الخضاريه مقطعه محيدين ليها الغرق دابا نيت بالنسبه للمارشي معروفه دابا دايره 4 درهم داك الشيء حنا دايرين تنقطعوا ندوز 6 درهم حتى 7 ولكن زين حيدوا البرك معبور علينا زين حيدوا البرك تندوا له 6 درهم 7 درهم اللبس هذاك 140 الجلبانه الجلبانه سيدي دايره 14 درهم بطاطا تبارك الله باقا برمتها لا هذه بطاطا حلوه لا باقا زينه بطاطا حلوه هذه تبارك الله بطاطا حلوه دايره 10 درهم 10 درهم الفريت اللي شاعله شويه معروف هذه ديال الفريت برك هذه بيضه خاصه هذه خاصه للفريت
ماشي راك اللي تبيع هذيك العاديه ترد فريز. لا هذه فريز بري. تبارك الله انت عندك خبره وعارف هادشي. لا هذه بري كيجيو مالها 10 دراهم. 10 دراهم. لا سبيسيال معروفه هذيك. ديال القهاوي تخرج بيضاء. هي ديال الفريز. لا ديال الله يفريز. تبارك الله هادشي بزاف عندك الباربو. الباربو معروفه 10 دراهم القبطه. مزيان تبارك الله سي بن عيسى الله يحفظك هذا بن عيسى راه هو اللي تيجيب لنا البيض هنا في المارشي ياك معروف البيض اسيدي كان السلام عليكم بعدا البيض كانت بالنسبه للاثمنه كان داير 44 46 ريال اه دابا 36 ريال 34 والخير موجود الحمد لله خير موجود كان شويه قال كان بالنسبه لهذا كانت الاثمنه وكانت واحد المنافسه دابا الخير وجد تبارك الله صافي وخصوصا البيض يعني البيض اللي كنعرفوا في هذا الشهر رمضان المبارك كان مطلوب بزاف لا كانت شويه كان مطلوب زعما كيطلبوه الناس في رمضان كان الاستهلاك ديالو بزاف كان الاستهلاك كانت بالنسبه للاستهلاك كان بنادم كيستهلك واحد جوج بيضات ولا ثلاثه في النهار دابا تبارك الله 10 8 في النهار ورمضان تبارك الله صلى على النبي الخير موجود خير موجود ولله الحمد شكرا لك تبارك الله بارك الله فيك نكمل على الحمد لله السيد سي ابراهيم عندك الله يحفظك الله يبارك فيك الليمون شحال واصل الليمون ديال الماكله ولا ديال لا هذا نافله هذا نافله هذا نافله الماكله اه شحال الليمون نافله مليح هذا هذا نافله ديال الماكله تيدير 9 درهم تبارك الله تنبيعو 10 حتى 9 انا بين 9 و 10 اه نيشان هذه بغيت نفهم السي ابراهيم انت تبارك الله عندك خبره في هذا المجال حيت كنقولوا 9 و 10 علاش ما كنقولوش مثلا نيشان 9 ولا نيشان 10 لا ما فهمتينيش دابا تنقولوا 10 درهم ياك ولكن السلعه ملي تتعزل واحد شويه اه كتولي كتهبر دابا دير 9 دير 8 باش تكرر السلعه تجيب غدا سلعه اخرى سمعتيني؟ نعم اه باش مرة أخرى باش خطرة أخرى تجيب سلعة أخرى نعم هذا هو نعم ماشي زعما نبيع 180 ونبيع 10 لا فهمت التفاح الأحمر التفاح هذا ديال البلاد 20 درهم تبارك الله هذا المنظري هذا المنظري سميتو سميتو أفولال أفولال هذه أفولال هذه المنطقة هذا من المتسكن هذه ديال العريش ديال العريش حي الناس ديال العريش هذه هذه أفولال أفولال سيدي تنبيعها ب 12 درهم ومن تتعز شويه 10 درهم ملي كتهبط شي شويه اه 10 درهم كوال مازال كاين نعم هذا نعم هذا الدلاح الدلاح جا اه زاد الدلاح هذا الدلاح هذا الدلاح مليح هذا زاكوره هذا هذا زاكوره اه تحيه الناس ديال زاكوره من هذا المنبر زاكوره نعم 12 درهم حيت يلاه بان فهمت يلاه بان هذا العصير هذا العصير هذا هو الليمون ديال العصير سانكي سانكي هذا هو سانكي هذا بلا سكر ماشي بلا صيانه فهمت 7 درهم 7 درهم البنان البنان ديال البلاد 13 درهم 260 الكيوي هذه هذا كيوي 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 شحال واصل كيوي 40 درهم تبارك الله شي شويه لا مليح ياك المزاح هذا ديال البلاد ولا مستورد؟ إيه لا مستورد ما عندناش كل مستورد هذاك الشيء طالع لا هذا مستورد ما عندناش البلاد لا ما عندناش وكان ديال البلاد ما يكونش لا ما يكونش ما يمكنش التفاح هو مستورد هذا التفاح هذا هذا ديال البلاد ديال البلاد هذا لا ديال اش هذا ديال ديال ايموزار ايموزار من البلاد نعم هذا كاع بلاد هذا كان تبارك الله هذا كاع تفاح بلاد وبعويد بعويد ديال برا ساهو مستورد شحال داير؟ مستورد هذا تواصل هذا تنبيعو ب 28 درهم 560 هذا بلجيكي هذا من ديال بلجيكا بلجيكا هذا هذا معروف والمزاح هو ثمن زوين شي كداير اه عزله هذا 25 درهم هذا عزله عزله 25 درهم كرتونه فيها 2 كيلو ونص والسلعه زعما راه باينه على الوجه تبارك الله بزاف السلعه باينه على الوجه اخي كلمه سي ابراهيم اخي كلمه ديالك اخر كلمه اش نقول لك بعد السوق السوق بعد الحمد لله ونشكرو راه رجع اللهم ونشكرو شوف سوفي شوف تي في الله يحفظك وحنا راه زعما حنا وهنا معروف هذا الحاروت هذا بالجوده الحمد لله الجوده معروف بها المليح كاين واخا تزيد واحد الدريم ولا ماشي مشكل الجوده كاين عرفتي علاش انا زايده ليه نعم بالمليح انا زيد عليه حيت كاين البروميرو وكاين الدوزيام انا معروف هنا تنجيب الاولى السلعه الاولى بروميرا هادو الله يحفظك خويا الله يرحم الوالدين تابعتوا معنا متابعين افضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب كيف ما كتلاحظوا معنا تبارك الله هاد السلعه موجوده الحمد لله طاحت من بعد رمضان طاحت الحمد لله كيف ما تابعتوا معنا اثمنه جد منخفضه كيف ما شاهدتوا معنا نبقى نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه شكرا لكم على المتابعه كنتمنى انكم تبارطاجيو فضلا ويسع امرا نتلاقاو بوقت اخر ان شاء الله ونهاركم مبروك